السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ فيديو اليوم فيديو جميل يا رجل، كيف لا، وهو فيديو عن لعبة God of War. وصراحة مضى وقت طويل لم أنزل فيه عن ألعاب God of War. اليوم سأقوم بتصنيف وإعطائكم نسخ من God of War يمكن تشغيلها على الجوال. النسخ ستكون بترتيب من الأقل إلى الأفضل. لا تنسى اللايك يا رجل، اشترك إذ لم تكن مشترك، ولكي لا أنسى شكرا على دعمكم في الفيديوهات السابقة، وأقول لكم عيد مبارك سعيد. ولكي لا أطيل عليكم كثيرا، هيا بنا على القائمة. وفي المركز الأخير معنا لعبة God of War Olympus. هو جزء خارجي من السلسلة موجود على محاكي البي اس بي. في هذه اللعبة قد اهملوا عنصر القصة، وكما تعلمون عنصر القصة شيء مهم في لعبة God of War، ولكن يبقى الجيم بلاي المعتمد وكذلك تنوع الوحوش والزعماء شيء جميل. المميز في هذه النسخة هو عند قضائك على أي زعيم فإنك تأخذ مهاراته وقوته، مما يضفي طابع التنوع على الجيم بلاي، وهذا شيء جميل. واللعبة كذلك متوفرة على معظم الهواتف، يمكنك تشغيلها أيضا على الهواتف المتوسطة إلى الضعيفة. قد كنت ختمتها في السابق. لعبة حجمها تقريبا 400 ميجا في النسخة الأصلية. God of War Ghost of Sparta أو شبه سبارتا. صراحة عند تختيمي لهذه اللعبة تفاجأت بكمية الفخامة والروعة في هذه النسخة. هي جزء خارجي لكنه مكمل للقصة، قصة رهيبة تعيد لك ذكريات كريتوس إلى الماضي. هنا ستعرف ماضي كريتوس وطفولته البائسة. أحداث ستجعلك متفاجئ صراحة، كما أني تفاجأت إذ كنت مهتما بقصة God of War. فأنصحك بهذه النسخة، ويجب أن تلعبها بعد الجزء الأول، فهي متممة للأحداث. اللعبة حجمها تقريبا 1 جيجا، يمكنك لعبها على محاكي البي اس بي. لعبة رهيبة أنصحكم بها. God of War الجزء الأول، هنا بدأ كل شيء، هنا بدأت أحد أعظم قصص الألعاب في التاريخ. هنا بدأت قصة كريتوس، ذلك الشخص الغاضب الذي يدمر كل من يقف أمامه، والذي أعتبره من أفضل الشخصيات التي صنعت في تاريخ الألعاب. فبعد صدور God of War الجزء الأول قد أحدثت قفزة نوعية في ألعاب الفيديو بالنمط التي جاءت به، الفريد من نوعه والمختلف عن الألعاب الموجودة آنذاك. قصة، جيم بلاي، شخصيات رهيبة، كل هذا لا يمكنك أن تجده إلا في ألعاب قليلة كGod of War. يمكن لعب God of War 2 على الهاتف عن طريق محاكي من محاكيات البلاي ستيشن 2. والمركز الأول ومن غيرها God of War الجزء الثاني. احتلالها المركز الأول هنا لا يناقش، فهي تحتل دائما الثلاث مراكز الأولى في أي قائمة تعطيها لي خاصة بGod of War أو ألعاب حرب، وخاصة أيضا بألعاب عامة. فلعبة قد جاءت مكتملة بجميع المقاييس، لا من حيث التطور الرهيب في القصة، ظهور وحوش وزعماء جدد، تطور كبير في الجيم بلاي، ولا ننسى أنها صدرت على ما أظن في سنة 2007. فلعبة آنذاك بهذا الشكل وبهذا النمط شيء خرافي. لعبة يمكنك تشغيلها على الموبايل عن طريق محاكي من محاكيات البلاي ستيشن 2، ولا تنسى أن اللعبة متطلبة، يجب أن تمتلك هاتف قوي لكي تشغل معك بسلاسة. وللإشارة فقط يا إخوان، أريد أن أنزل لكم ملخص عن قصص الألعاب وقصة God of War، فإذا كنت مهتم انزل الآن إلى التعليقات وقل لي اعمل لنا ملخص
لأن الأمر بالفعل متعب. وإذا رأيت أن هناك تفاعل سيكون إن شاء الله ملخص عن الألعاب وعن لعبة God of War، ستكون مقاطع رهيبة. لذلك إذا لم تكن مشترك، ماذا تنتظر يا رجل؟ لا تضيع على نفسك متعة المقاطع الآتية. اضغط على الزر الأحمر المكتوب فيه اشتراك أو سبسكرايب موجود أسفل الفيديو. أيها الجميل اضغط لايك، وأقول لك لنلتقي في فيديو قادم وفي سلسلة قادمة رهيبة بحول الله. هل أنت هادئ وعاقل؟